بنتعلم الهدف متعلمينه يعني من زمان أمهاتنا، وجبنا تعرفنا على مشروع هدب وبنحدب بالبيوت، بنساعد بيوتنا ولنفسنا وولادنا وبيزيد بدخل البيت. احنا بنهدب هدب ملوكي وهدب أمير وهدب بادية. الفرق بيناتهم بالشغل، في الملوكي بيكون أكثر إشي إتقان فيه، بعده بيجي الأمير، بعده بيجي البادية. قبل شهر بالتحديد حكى معي أحد مؤسسين مبادرة هدب، حكى أنه حابين يتوسعوا بمبادرتهم ويطلعوا على لواء ذيبة، فكان دوري أنه أنا جمعت الصبايا اللي حابين أنهم يشتغلوا بهالمشروع، فكان الأغلب ما عنده خبرة سابقة بموضوع التهديب، فرتبنا للتدريب لمدة 3 أيام مع السيدات، واللي دربوا 14 سيدة وصبية، وكانوا المدربين هم أنفسهم يعني ناس يشتغلوا بمشروع هدب، فعلمونا على الأشياء اللي بدهم إياها، يعني هدب مطلوبة لهدب. بعد 3 أيام حسيت إنه الكل صار عندهم خبرة والكل حابين يكملوا ويستمروا بالشغل مع هدب، كونهم ستات وربات بيوت والأغلب عاطلات عن العمل، ما رح يطلعوا من بيوتهم، يعني ما رح يتغير عليهم شيء بنظامهم اليومي ولا روتين حياتهم، بنفس الوقت يظلهم مع أولادهم وبنفس الوقت يطلعوا دخل إضافي ممكن يساعدهم يحرك حياتهم، يحرك عجلة حياتهم. وعادة إنه كانوا زمان إحنا متصورين إنه بس الستات الكبار الحجات الكبار هم اللي يشتغلوا الهدب، وحاليا كل ما فيهم يقل عددهم وبالتالي رح نفقد هالشيء بالمجتمع. هذا التدريب وهاي الفرصة أعطت لبنات صغار بالعمر وسيدات صغار إنهم يتعلموا شيء صار قليل يعني بالمجتمع، وبالتالي إنه رح يحافظ عليه، يعني رح نضمن استمرارية الهدب على يعني على مر السنوات. نهدب يعني عالتوصاي، نهدب للجيش لشاب هيك متباهي بحاله، هدب له شماغ يكيف عليه يلبسه ويروح بيع الجيش، يجيب لنا كم من شماغ عن طريقه، وهيك الطريقة هم هم يستفيدوا، البلاد والكناين والدربات هذول كلهم يستفيدوا على البداية، بس انهم يتعلموا ويصيروا يجيبوا شغل وياخذوه على البيوت يهدبوه يجيبوه بعد 2 أسبوع بعد 10 أيام يصيروا يشوفوا حالهم انهم يعني يتمتعوا ينتجوا ويظبطوا امورهم يعني تتحسن احسن. هذا المشروع الصغير بدأ في تقريبا قبل 3 سنوات في بعدد قليل من السيدات في السلط. الهدف الرئيسي منه كان المحاولة إحياء هذا التراث الأردني وهي السمة الأردنية. طبعا الشماغ زي ما احنا بنعرف هو موجود بيلبسه عدد كبير من الأشقاء بالعرب وطبعا بالأردن، ولكن الهدب هي سمة أردنية، فكانت المبادرة بإحياء هذا التراث ليكون متوفر لجميع الأردنيين في الأردن وخارج الأردن. طبعا بلشنا بعدد من السيدات في السلط، واليوم توسعنا بضم محافظات الزرقاء، واليوم احنا موجودين بمادبة لتدريب عدد جديد من السيدات. هذا المشروع هو مشروع صغير بأهداف تنموية، كان القصد منه انه السيدات يشتغلوا وهم في بيوتهم يدر لهم مصدر دخل. طبعا الشماغ هي عمل، الهدب هو عمل شاق،
الشماغ الواحد باخذ من 3 أيام لتقريبا ممكن احد الشماغات ياخذ 10 أيام عمل، فيه مردود مادي. اليوم صاروا السيدات بيقدروا طلعنا بثلاث انواع من او 4 أنواع من انواع الهدب لنعمل تقريبا توافق بين كل عمل السيدات في المحافظات. ففي عندنا سميناه الباديه اللي هو بيشبه الشماغات منتسبي قواتنا المسلحه وقوات الباديه الاردنيه، والشماغ الامير اللي برضه الاسم تبعه هو هدب الحمص او حبه الحمص، والهدب الملوكي اللي هو الهدب الكثيف، والهدب الرابع هو الهدب القطن. اللي سويناه في مشروع هدب حاولنا نطلع نستغل مواقع التواصل الاجتماعي والنوافذ التسويقية لتسويق هذا المنتج التراثي، وسمينا هذا المشروع هدب وسمينا المنتج نفسه هدب، اللي نحاول نوصل فيه بخدمة توصيل للأردنيين في الأردن، للأردنيين خارج الأردن، بعلبة هدايا مرتبة. اللي يخطر على بال الأردنيين مجرد ما يخطر على بالهم هدية من ريحة الوطن يخطر على بالهم الشماغ الأردني اللي مهدب بأيادي الأردنيات. طبعا قصة الهدب هي الأمهات دائما بيحبوا أنهم يضيفوا بأي لبس لأولادهم من ريحتهم، فبلشت القصة في القوات البادية في الأردنية ومنتسبي قوات المسلحة وأمهاتهم يضيفوا الهدب على الشماغ مشان يترك من ريحة الوالدة لما يكونوا بعيدين في يعني ويقعدوا أشهر تقريبا قبل ما يرجعوا لبيوتهم.